أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف إلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، حيث أعلن حمدي صافي المدير الفني للكرة الطائرة بالنادي الأهلي سيدات عن قائمة الفريق المشارك في البطولة العربية والتي ستنطلق غدا باستاد القاهرة الدولي على الصالة الثانية بمشاركة 5 فرق، وهي الأهلي وسبورتينج من مصر والمجمع البترولي من الجزائر وشباب 20 الصحافة من السودان وصفاقسي من تونس. ضمت القائمة قائمة الأهلي 12 لاعبة، وهن شروق فؤاد ودانا شوقي وآية الشامي ورنا الجوهري وفريد العسقلاني ونور ياسين ونرمين المنشاوي وميار خليفة ونهلة سامح ورحمة المهندس وكاترين شلينكوفا ومريم مصطفى. هذا وسيعقد اليوم سيعقد الاتحاد العربي للكرة الطائرة الاجتماع الفني للفرق المشاركة في البطولة. جدير بالذكر أن فريق الأهلي هو صاحب اللقب في النسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت العام الماضي. أعلن حمدي صافي المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي سيدات عن انضمام اللاعبة فيوليت ماكوتو لاعبة فريق الأنابيب الكيني ومنتخب كينيا للفريق فريق السيدات الطائرة، وستنضم إلى ميران الفريق مساء اليوم والذي سيقام باستاد القاهرة الدولي. وأضاف صافي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب قد وافق على الطلب المقدم لإعارة اللاعبة فترة البطولة العربية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق، وهو الطلب الذي قوبل بالموافقة من مجلس الإدارة. يواجه فريق النادي الأهلي لكرة الماء وليد 2001 بقيادة وليد وصفي مدرب الفريق فريق هليوبلس في ختام بطولة كاس مصر. تقام المباراة في 7 مساء اليوم على حمام سباحة النادي الأهلي بالجزيرة. يذكر أن فريق الأهلي فاز بجميع مبارياته أثناء البطولة. فاز محمد وليد وكريم سجيني لاعبا فريق نادي الأهلي لكرة الماء مراحل 99 و2003 على التوالي بجائزة أحسن حارس مرمى ببطولة كأس مصر والتي اختتمت فعالياتها مساء أمس بنادي الجزيرة. وأشاد عمرو ممدوح مدرب حراس المرمى للفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي بمستوى اللاعبين الفني والبدني والذي ظهر به طوال فترة البطولة. حضر تسليم جوائز الفريق الفائزة والفائز وائل عزة رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي ومحمد فاضل نائب رئيس الجهاز وإبراهيم زاهر سكرتير الاتحاد المصري للسباحة وعز النور عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة.
افتتح الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي مبارياته في الدور قبل النهائي من مسابقة الدوري الممتاز بالفوز على فريق القناة 3-0 في المباراة والتي أقيمت بصالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر نادي بالجزيرة. وسيطر الأهلي على مجريات اللقاء طيلة الأشواط الثلاثة، حيث نجح في حسم الشوط الأول لصالحه 25-13 والثاني 25-15 والثالث 25-20. وكان الأهلي قد حقق الفوز بكل مبارياته بالدور التمهيدي من المسابقة بنفس النتيجة 3-0. في التقرير التالي نتابع أبرز ردود الأفعال للجهاز الفني واللاعبين عقب المباراة. كابتن محمد مصلح أشرك بعض اللعيبة الصغيرة وريحنا الناس الكبيرة أمثال الأب أمثال عبد الحليم. النهاردة ابتدينا نشارك بالأولاد الصغيرين، لعبنا حمادة 17 سنة، عمر ياسر 19، يوسف حمد الصافي 19 سنة، فقدرنا النهاردة الحمد لله كابتن محمد صلح إن هو يشارك بعض اللاعبين الصغيرين، والحمد لله قدروا إن هم أجادهم وكانوا على مستوى إن شاء الله الحمد لله. يعني المنافسة بتبقى صعبة جدا، معاك أربع أندية على مستوى عالي جدا بتنافس فيهم، معاك نادي الجيش، نادي الزمالك، نادي سموحة، المنافسة بتبقى صعبة طبعا. إحنا لسه في الأدوار التمهيدية، لسه الدور دوت، بعد كده بتبتدي 8 فرق تانيين بيبقوا بالأقوى، دول أقوى 8 فرق على مستوى الدوري في مصر، فلسه المسابقة طبعا صعبة ولسه كل الأمور دي ما اتضحتش. والله هو الدوري السنة دي طبعا احنا بقالنا 3 سنين ما حصلناش على الدوري الممتاز. السنة دي بالنسبة لنا له أهمية كبيرة جدا، لأن المفروض إن الصدارة كانت بتاعة النادي الأهلي. احنا تركيزنا كبير جدا، كابتن ميدو واللعيبة والجهاز كله تمام، إن احنا نحصل على بطولة الدوري. طبعا عندنا منافسين كتير، عندنا الزمالك وعندنا طلائع الجيش وعندنا الطيران وفي الشرقية للدخان وفي سبورتينج وفي سموحة، كل الفرق دي كلها بتتنافس على بطولة الدوري. مفروض ان احنا بعد ما هنخلص المرحلة اللي احنا فيها دول 6 مباريات، احنا المجموعة بتاعتنا بتضم القناة والطيران وألعاب دمنهور، بنلعب راون أولاني وتاني وبعد كده هنروح دور الثمانية. من دور الثمانية الأمور بتبتدي تختلف تماما وبتتضح الرؤية. الحمد لله على الفوز دي. أول حاجة صحيح كانت من الأول مباراة دخلنا بتركيز تام، عشان معناتها حاطين كل مباراة لازم ندخلها بتركيز، ما نستهلوش بحتى فريق عشان نقدر نوصل اللي احنا عاوزينه. والله إلى حد الآن يعني مع احترامي لكل الفرق يعني ظاهر يعني البطولة يعني قوية، في 3 فرق جامدين وان شاء الله يا رب يكون الدوري يا رب ان شاء الله يرجع للنادي الاهلي ان شاء الله. طبعا مباراه مهمه في ظل اللي احنا ظروف الدور قبل النهائي. طبعا فريق محترم بيلعب هي كانت سويس، ثاني سنه ليه في الممتاز، طبعا لازم نحترم الخصم. الحمد لله رب العالمين سيطرنا على مجريات المباراه من اول شوط، والحمد لله رب العالمين مشينا المباراه زي ما احنا عايزين الحمد لله، وطلعنا بره الامان وخدنا 3 بونت الحمد لله. انا من الناس القديمه في الفرقه وكابتن الفريق، طبعا واحد عليه ضغوط وعليه مسؤوليه كبيره، طبعا في سن صغير موجود، في ناس كبيره بتساعدنا، طبعا بنوجه بنبتدي من توجيه في التمرين او قبل التمرين بيبقى ورا الملعب بنوجه الناس، وبنوجه الناس في التمرين وبنوجه الناس في الماتشات، فطبعا بيبقى الموضوع كبير محتاج يعني ناس عندها خبره، والحمد لله رب العالمين ان شاء الله قدها ونعمل علينا باذن الله. والله الحمد لله على الفوز النهارده، احنا مستعدين اصلا من اول الموسم، رجعنا للمنتخب دخلنا هنا على معسكر اللعيبه الدوليين، مستعدين تمرين صبح وليل 3 ايام في الاسبوع، مستعدين الماتشات كويس جدا. دخلنا في لعبنا دور ال 24 لحد دور ال 16 لحد ما ربنا كرمنا وكسبنا النهارده اول مباراه، وان شاء الله خطوه خطوه هنكسب كل الماتشات ان شاء الله لحد دور الثمانيه ونلعب النهائيات ان شاء الله، وربنا يكرم ان شاء الله الفتره اللي ان شاء الله. وماتش النهارده كان ماتش كويس جدا، فرقه الهيئه كويسه جدا، دعامات جابت لعيبه من سموحه ولعيبه من الطيران، يعني عامله فرقه كويسه والحمد لله سيطرنا عليها من اول مباراه من اول بونت لحد ما كسبناها الحمد لله 3-0 وخدنا 3 بونت الحمد لله. وبالعودة للأخبار من جديد، تعرضت مي هشام كابتن الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي لكدمة في الذراع خلال مشاركتها في ميران الفريق والذي أقيم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة.
وحرصت اللاعبة على وضع كمية من الثلج على موضع الإصابة لتخفيف التورم والمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية، وكان الفريق قد حقق الفوز على الطيران في بطولة منطقة القاهرة مؤخرا. قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية.